ومن هذه الوصفات الشهية الجميلة لفقرة حكاية وحرفة، بتتميز النساء اليمنيات خاصة في مصر في ابتكار الأفكار في بداية المشاريع الصغيرة، لأنها بتعينهم على الحياة خاصة في بلد غير بلدهم، بيشغل أيضا أوقاتهم بها، فنجد كل واحدة منهم بتتفرد وتتميز بمهنة معينة تميزها عن غيرها، وبالفعل بتحقق نجاحات كثيرة وتثبت أيضا نفسها خاصة وهي خارج بلادها. في أيضا فقرة حكاية لهذا المساء، حكايتنا أيضا لفتاة يمنية استطاعت أن تبدأ في صناعة المخبوزات والمعجنات اليمنية. أم عمر استطاعت أن تتحدى الظروف هنا في القاهرة، واستطاع اسمها يلمع في صناعة المخبوزات المتنوعة، وتقريبا يعني لديها العديد من يعني بتعمل مع المطاعم تعاون وثنائي مشترك يعني، فاللي بيدخل مطعم يتناول وجبة لا عاوز يأكل خبز أو ملوج أو لحوح من يد أم عمر. أم عمر مساء الخير، خبات مباركة وعيد سعيد إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليكم. يعني ما شاء الله شهرة واسعة هنا في القاهرة يعني. الحمد لله بفضل الله. هو إحنا ما نعرفك لما ندخل المطاعم نسمع إنه خبز أم عمر ملوج أم عمر، إيش السر يعني، إيش السر في ذلك؟ ما فيش سر، بس قبول من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. إيش اللي جعلك أنت تختاري هذا المجال، رغم إنه طبعًا كل امرأة في اليمن تستطيع عمل الخبز والملوج واللحوح، لكن أنت تميزتي. ف يعني اتقنتي هذا الشيء مثلا، تعلمتي من مثلا من والدتك ولا من صديقاتك عشان تبدعي في سر هذه النكهات الجميله عند يعني تناولها؟ صراحه الفضل الاول الاخير لله سبحانه وتعالى، ثم الام هي اللي علمتنا الاشياء هذه، بس ما كانش في بالي انني اسوي واشتغل وانزل مطاعم واخرج لزباين، بس سبحان الله كان الموضوع مقتصر عليكي مثلا في المنزل كده، صح؟ ايوه في المنزل. يعني شفت ان في طلب كثير، يعني احنا هنا اليمنيات بحكم انه يعني ما نعرفش نشتغل اي شغل غير حاجات يمنية في البيت اللي نسويها احنا في البيت، مثلا ننزل للمطاعم، نشتغل للزباين، للمحلات، ما فيش غير المخبوزات اليمنية. اي يمني تشوفيها اغلبيتين يسوون مخبوزات، بس أنا اخترت هذه المخبوزات عشان يتوسع شغلي. طيب توفر المواد الخام بيكون هنا موجود في القاهرة ولا بتلجأ إلى محلات البهارات اليمنية؟ في من بهارات يمنية ومن بهارات مصرية، زي ما مثلا البر الدقيق ما نلاقش إلا بعطارة يمنية، الخميرة عطارة يمنية، لو شلينا من عطارة مصرية ما يطلعش الطعم نفس الذي احنا نشتيه. مثلا زي الحلبة حقهم ثانية وحقنا ثانية، مختلفة يعني. أيوة، لو أسوي مثلا من حق المصرية ما يطلعش ريحة الملوج أو الخبز نفس اللي احنا نشتيه نفس حق اليمن، فاضطر أخذ من عطارة يمنية. طيب كيف استطعتي أنه مثلا تحاولي توفري هذه الكمية الكبيرة وأنت ساكنة في شقة مع أولادك يعني؟ والله أنا بدأت أول حاجة في تنور واحد في البيت. في البيت وحصل معي دعم كثير من بنات و جميل، ومن صحباتي والأول والأخير لأمي واختي أم رامي ومن أبي الله يرحمه. هم موجودات معك هنا في القاهرة؟ لا، هم في اليمن بس يشوفوا يعني يشجعوك. أيوة يشجعوني، يقولوا اشتغلي وقفي على نفسك. جميل. وأمي الله يحفظها ويديمها السلامة كانت تقول لي أوقفي على نفسك. جميل. ما تركنش على حد. فسمعت كلامي والحمد لله بدأت تنور واحد وشوية شوية الحمد لله وسعت وفتحت مخبز في البيت. أيوة كانت في البيت في الشقة يعني، في الشقة نفسها فتحت مخبز خارج يعني دكان للبيت. خارج المنزل استأجرتي دكان؟ خارج المنزل. جميل. أيوة. جميل. شفت الشغلة توسع معايا، دخلت تنورتنا اليمن ما شاء الله. وبعدين قلت لا ما ينفعش في الشقة، كانوا عيالي يتعبوا من اللحم دخان عشان الدخان، كان كل شوية أنا بالمستشفيات معهم، فاستأجرت فوق شقة وتحت محل كان مع بعض ما شاء الله. واشتغلت والحمد لله كان معايا أم الكثير وتوسع اسمي وعملت لي مكانة في السوق ما شاء الله. حصلت معنا ظروف وبعت المخبز. ما تأثر شغلك طيب لما بعت المخبز؟ ما تأثر شو بالنسبة لي، يعني دخلت معايا شريك، الشريك هذا يعني نصب علي للأسف الشديد. الحمد لله لكل حال، الله يعوضك. فكان يعني علي مبلغ كبير انني لازم
يعني أنا هذا الشريك كنت موليها بالرواتب حق البنات، كان معي 12 عامل طاقم فريق. أيوة يعني يمنيات ومصرية رجال ونسوان. فاني للأسف الشديد كنت يعني وكان بن صاحبتي، فأنا وليت كل حاجة في المخبز، كنت حامل ما كنتش أنزل. قلت له خلاص إحنا وإنت واحد، يعني طلع علي 150 ألف جنيه عجز، مبلغ كبير. أيوة فالناس طالبتني فلوس فجأة، ما عرفتش إلا لما يقولوا لي أم عمر عندك وعندك وعندك، يعني مبلغ كبير هذا كيف طلع علي. فطلعت الشريك وبعت المخبز وسددتي المبلغ. سددت نص المبلغ مش كله، يعني بيعتبر 4000 دولار واني بنيته من الصفر، يعني من تنور واحد لخمسة تنورات. وكانت ابني المخبز من شغل المخبز نفسه. فأنا دخلت الشركة قلت يعني أرفع من شغل المخبز من الكميات والمواد. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بعت المخبز ورحت اليمن أشوف أمي، يعني المخبز اتباع وأنا في اليمن عنده عشان أولد. شفت يعني أنه يعني خلاص كل حاجة دمرت اللي بنيتها السنة اللي فاتت. لازم ترجعي من جديد. لازم أرجع. زوجي قال خلاص نرجع اليمن، ما عاد لناش في مصر، إيش عاد معنا، بعنا كل شيء وعلينا ديون. قلت له لا برجع من جديد. رحت استلفت فلوس من جديد ودخلت 2 تنورات من اليمن، هذاك خلص بتاع كله. وبدأت من جديد في الشقة، في الشقة عندي جبت لي 3 بنات عاملات من اللي كانوا يشتغلوا معي. يعني يعتبر بدأت المشروع من الصفر. من أيوة بدأت من الصفر. طبعا كنت خسرت المطاعم وخسرت الزباين وخسرت اسمي، كان كل حاجة انتهت. فالحمد لله بفضل الله ودعوة أمي وبي رجعت كله في شهر واحد. لأنك تستاهلي تستاهلي. أيوة الحمد لله. طيب قضيت الدين ما شاء الله. يا معمر هذا طبعا هذه التحديات بتواجه الإنسان، بتخلق منه قصة نجاح يعني جيدة، أنه مش عيب الإنسان يفشل لكن على الإنسان ينهض ويبدأ أيضا من جديد ليصنع إنجاز جديد وأيضا حكاية جديدة. طيب هل في عندك مثلا زبائن مصريين بيتذوقوا الملوجة اليمني والحوح والخبز؟ ايش انطباعهم عن هذه المعجنات اليمنية، هذه المخبوزات؟ والله اكثر المصريين بياخذوا الشعير والخبز. اكثر المصريين. انت ليه جبتي لنا اليوم ملوج والحوح وخبز؟ يعني ملوج وشعير وخبز ولحوح. يعني اكثر شيء هم بيطلبوا هذه المصريين. اكثر حاجة، اكثر حاجة عندهم الشعير. طيب ايش المخبوزات الثانية اللي بتسويها غير الخبز؟ اسوي بنت الصح واسوي ذمول ودخن وشام بريك. بس انا ما سويتش هذه الحاجات لانه هذا الشغل رسمي دائما انزله مطاعم، ما بيستغربوش. يعني هذه الاشياء المطلوبه اكثر. حبايبنا المصري ما بيستغربوش من اسم بنت الصح مثلا؟ لا والله عندهم يقولوا زي الفطير المشلتت. هو ايوه وزيه بس بدون حبه البركه وبدون العسل. ايوه بس انتم حقكم السمن والزيت كثير. ده هم المصريين يحبوا السمن وال اكثريتهم. ايوه اكثريتهم اصحاب، مثلا انا ساكنه على الخط على الشارع، اصحاب المحلات مثلا المصريين يقولوا مثلا شوفوا احنا منزلين المطاعم، يما عمر هاتي لنا من الطبق الكبير ده ندوقه يما عمر، وياخذوا ويعجبهم صراحه. طيب ام عمر انت مثلا بتعلمي فتيات يمنيات، مثلا في بعض الفتيات تحب اني تعمل لها مشروع بس خايفه متردده تستحي مثلا، هل انت مثلا بتعلميها بتوقفي جنبها انها مثلا تقوم على نفسها، مش ضروري تشتغل معك بس ممكن في مكان اخر في حي اخر تقوم يعني بعمل هذا الصناعه؟ ايوه علمت بنات يمنيات ومصريات. عملت لهم دوره تدريبيه؟ ايوه يجين عندي ويشتغلين مثلا يجلسن عندي 10 ايام نص شهر، لما يعرفوا انهم يتقنوا الشغل خلاص يطلعوا من عندي. وكمان المصريات يجوا يتعلموا شغل عندي ويطلعوا يشتغلوا في مخابز ثانيه. طيب بترتاحي انت عندما تشعري انك علمتي بنات واستطاعن هؤلاء البنات مثلا ان يفتحن بيوت يصرفن على نفسهن يتواصلن معش بين فتره وفتره، بتشوفي انه عملهم بدا يكبر والفضل بعد الله لك؟ يعني الحمد لله طبعا، يعني افرح له اقول يعني فتحت بيت زي ما اني فاتحه بيت، اشتغلت وكانت محتاجه والان ما شاء الله عليهن زي ما اني الان. اكثرتين ما يرضنش يشتغلن هذا الشغل، يقول انت ما يقدرنش، يشتي مجهود ايوه هذا جهد كبير طبعا، يعني شغل قتله. بس اكثريتهم مثلا للذمول للدخن للشام علمت بنات كثير الله ويشتغلوا يعني لانفسهم في بيوتهم. طبعا اول حاجه ما يقدروا يشدوا تنانير من اليمن، اقول لك فين بخبز هذا، فيتعلمن الحاجات اللي هي على الفرن العادي حقكم، الاشياء العاديه او البوتيجاز. طيب هل بيختلف طعم الملوجه او الخبزه عندما تعملوا في الفرن على التنور؟
في فرق في الطعم؟ طبعا ما فيش طعم خالص لو يعني بالتنور اطعم والذ. لا بالتنور يعني بني ملوقة تقدر تطعم انه ملوق خبز شاي، لكن بالفرن مش هتكون زي الكيكة. يختلف. طيب في البداية شاركتي او حتى الان شاركتي في بازارات ولا بس تكتفي بان عندك يعني شغلك الخاص فيكي؟ لا ما شاركتش بازارات لان ما فيش مني وقت. ما شاء الله. يعني وقتي في البيت عند اطفالي ووقتي ماسك الشغل في المحل. وتقريبا يلا تلحقي يعني متطلبات المطاعم خاصة انت عندك علاقات مع اكثر من مطعم يمني. ايوه ما فيش يعني مثلا نبدا نشتغل من 3 الفجر لحد الساعة 11 12 الظهر ده في الفطر. يلا نقدر نخرج وكمان يكون في طلبات اكثر ما اقدرش اطلع. او مناسبات معينه الناس بيطلبوا منك عمل كميات كبيره. المناسبات هم يطلبوا من المطاعم نفسهم والمطاعم بتطلب منك. تطلب منك. طيب انت يعني فقط انت شغلك فقط مع المطاعم ولا احيانا مثلا في اشخاص عاديين ممكن يطلبون منك مثلا؟ عادي في زبائن مثلا يتصلوا علي من الليل. يا عم عمر لانه مره نزلت لافته على الواتس اي طلب من الليل لانه احيانا يتصل علي الوقت هذا واني مش فاضيه او مش موجوده الحاجه عندي. فاضطرني اشتغلها بالنهار. يعني يجي الموعد حقه يجي ياخذها او اوصلها دليفري للبيت. عندي كمان توصيل. ايوه عندنا توصيل. على العموم يا ام عمر احنا مسرورين جدا والله بتواجدك معنا خلال هذه الفقره، فقره تحدي وايضا حكايه من النجاح. واجهت الكثير من الصعوبات لكنك استطعت تثبتي ان المرأة اليمنية قادرة على تجاوز هذه الصعوبات وأنه يكون لك أيضا مكانة من ضمن أصحاب المشاريع الصغيرة هنا في القاهرة. نتمنى لك المزيد من التألق وبإذن الله نشوف يعني يتوسع نشاطك أكثر وأكبر بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله يكون عندك بدل المخبز 2 و3 إن شاء الله. إن شاء الله. تشرفت معرفتكم. شكرا. وخواتم مباركة وعيد سعيد إن شاء الله. إن شاء الله. وصلنا يا سمرت.